هاجس إسرائيل وأحد أخطر المطلوبين لديها فشلت في اغتياله وتسبب لها بخسائر فادحة. تمكنت من أسره وحكمت عليه بالمؤبد، فخرج من نافذة المعتقل ليعود إلى ممارسة العمل الذي يتميز به، وهو تهديد أمن إسرائيل. إنه يحيى السنوار، أحد أبرز القادة في حركة حماس المطلوبين لدى إسرائيل. فمن هو السنوار؟ يعد السنوار من أهم الشخصيات القيادية في حركة حماس وكتائب عز الدين القسام. ولد في العام 1962 في خان يونس في غزة، وتعود جذوره إلى مجد العسقلان. درس اللغة العربية في الجامعة الإسلامية في غزة، وانضم في شبابه إلى حركة حماس ليؤسس جهاز المجد الأمني التابع لكتائب القسام والمسؤول عن ملاحقة الجواسيس والعملاء مع إسرائيل. كان للسنوار الدور الكبير في إشعال الانتفاضة الفلسطينية الأولى في العام 1987، ليعتقل في العام 1988 ويحكم عليه بالمؤبد. ظل السنوار في المعتقل حتى العام 2011، عندما خرج في صفقة تبادل أسرى فلسطينيين مقابل الجندي جلعاد شاليط الذي أسرته كتائب القسام في العام 2006. ومن هنا بدأت رحلة جديدة للسنوار في تهديد أمن إسرائيل. ففي العام 2012 انتخب عضوا في المكتب السياسي لحماس، وعرف بقربه من الغزاويين بسبب أسلوبه الخطابي الشعبي والداعي إلى تكثيف العمليات التي تستهدف الجيش الإسرائيلي. تعتبر إسرائيل أن السنوار هو المروج الأول لفكرة قتل الإسرائيليين عبر الطعن بالسكاكين والصواطير، وأحد أهم المحرضين على تنفيذ العمليات التي تهدف لإيقاع العدد الأكبر من القتلى الإسرائيليين. وفي العام 2015 أدرجته الولايات المتحدة الأمريكية على لائحة المطلوبين الإرهابيين الدوليين. انتخب السنوار رئيساً للمكتب السياسي لحماس في غزة عام 2017، وتم التجديد له في العام 2021. فشلت إسرائيل في اغتياله بعد محاولة لقتله بقصف منزله في غزة بغارة جوية في العام 2021. ويعد السنوار أحد الشخصيات الخطيرة التي تحاول إسرائيل قتلها بشتى الوسائل، وهذا ما تحاول تحقيقه في حربها الحالية على غزة. وأنتم ماذا تعرفون عن يحيى السنوار؟ شاركونا تعليقاتكم.